عودة من جديد مشاهدينا في تكملة هذا المشوار المسائي وفي أولى فقرات هذا المشوار المسائي تاريخ مشاركات السودان في الدورات الأولمبية. ضيف الاستوديو الأستاذ أبو عبيدة البقاري الخبير الأولمبي وسفير منظمة الأمم المتحدة للفنون في السودان، كما منحته جائزة الأب القدوة. نرحب الأستاذ أبو عبيدة البقاري، مرحب بك ونورنا في استوديو مساء جديد. السلام عليكم ورحمة الله. السيدات والسادة والسامعين قناة النيل الأزرق، القناة المحببة إلينا وللجميع، والأستاذ نجود، أنا سعيد أن أكون معها هذه المرة مرات ومرات وأنت كذلك. عظيم. والتحية لكل السادة المشاهدين، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. وتحية الأولمبياد التي تجري الآن في طوكيو. في كل مرة أنت بتنور فيها الشاشة بتكون استضافتك للحديث عن الحركة الأولمبية وتاريخها المبتد عبر السنين. المرة دي هتنورنا بكلامك اللطيف عن المشاركات أو مشاركات السودان في هذا المحفل الرياضي الكبير، خصوصا أنه قد تكون في يعني مشاركات خجولة جدا وفضية واحدة بس. أستاذ أبو عبيدة، هو في التاريخ السودان انضم إلى اللجنة الأولمبية الدولية في العام 59، تاريخ قديم، وذلك للحاق بأولمبياد روما 1960. ظلت اللجنة الأولمبية الوطنية تشارك في كل الدورات الأولمبية، لأنه المهام الأساسية للجنة الأولمبية الوطنية أن تشارك في الدورات الأولمبية. نعم. وشاركت في كل الدورات ما عدا دورات موسكو 1980. السودان لم يشارك للمقاطعة التي قادها الدكتور عبد الحليم محمد طيب الله وصراحة لغزو الاتحاد السوفيتي لدولة أفغانستان. ثم 76 في مونتريال السودان، بعد ما وصل قاد مقاطعة احتجاجا على ممارسة العنصرية من فريق الرجبي بتاع نيوزيلندا وجنوب افريقيا في ذلك التاريخ. ثم في 64 في طوكيو، كانت طوكيو 64، السودان لم يشارك لانه في ذلك التاريخ كان السودان يغلي سياسيا ثوره اكتوبر، وكان افتتاح يوم 21 اكتوبر يعني اليوم الذي استشهد فيه احمد غرشي طه. لكن السودان شارك في كل الدورات، في مكسيكو سيتي شارك، في ميونخ شارك، في برشلونه شارك، في بكين شارك، في كل الدورات شارك. طيب. لانه الدورة الأولمبية الوطنية بتشارك في كل دورة أولمبية. احنا عندنا تقريبا محطة وبالأسماء هنشوفها مع بعض ونرجع نعقب. تفضل. عودة من جديد مشاهدينا، ويمكن أستاذنا أبو عبيدة تابعنا من خلال المحطة والفيديوهات تاريخ الأولمبياد ومشاركات السودان داخل الأولمبياد.
طبعا في عندي ملاحظه بسيطه، الملاكم سعيد عبد القادر وليس سيد عبد القادر، مكتوب اسمه غلط. الملاكمه ظلت المشاركه في الدورات الاولمبيه عبر يعني مش عبر التاهيل اللي بيتم الان، كان هي بتجي الدعوه، تقدم الدعوه من اللجنه المنظمه للدوره الاولمبيه للجنه الاولمبيه الوطنيه، بيختاروا بعد ذاك اللاعبين اللي بيشاركوا في كل الالعاب. وكانت الملاكمه العاب القوى دي طبعا اصلا لم تغيب على الاطلاق، وتنس الطاوله ورفع الاسقاط كلها كانت العاب موجوده، وكان عندنا متميزين في كل هذه الالعاب. ويعني ده اللي خلى شنو، انه في 1968 ينتخب دكتور عبد الحليم محمد عضو للجنه الاولمبيه الدوليه. نعم. كاول دول ينتخب من افريقيا. متميزين اللاعبين. ثم بعد ذاك الرائد عبد الحميد عبد القادر رحمه الله عليه ايضا وينتخب في اولمبياد سراييفو الشتوي، بعد ذاك اصبحوا عندي اثنين في اللجنه الاولمبيه. لكن دار اقوله انه اللاعبين السودانيين في كل الدورات الاولمبيه ادوا اداء ممتاز جدا. وكانوا مخلصين في عملهم. لكن كان تنقصهم اشياء كثيره جدا اللي هي التدريب المستمر والميزانيات التي ترصد لهذا العمل. لانه عشان انت يعني تزيد، ما هي سرعه، السرعه زمن، كل ما انت قللت الزمن كل ما كسبت ميداليه او تفوقتها. فبالتالي عشان انت تجيب فريق ثواني بتحتاج لك تدريب بتاع سنه. زي السباحه، اي حاجه مربوطه بالزمن وبالوقت، الالعاب القوه زي السباحه محتاج تدريب عالي جدا. صحيح. فظلت هذه المساله، لكن عندما بعد ذاك حصل شنو، كسرت عدد اللاعبين، ولانه الحركه الاولمبيه بقت اصبحت حركه جاذبه. نعم. ومن بدو من 13 دوله الان 206 دوله، مش حاجه بسيطه. فاللاعبين زاد عددهم بقى 10500 لاعب. طيب يشاركون كيف؟ في 15 يوم اللي هو عمر الدوره الاولمبيه، وبالتالي لابد اللاعبين ياتوا عبر تاهيل. تاهيل كيف؟ عبر منافسات، منافسات لمنو؟ ينظم الاتحاد الدولي للعبه، العاب القوه، تنس الطاوله، كره الطائره، كره القدم. ولذلك شفنا اسد كره القدم الان في كثير من الفرق مشاركه من دول كثيره جدا، لانه عندهم منافسات تجري لهذه المساله. المنافسات دي فنيا يشرف عليها الاتحاد الدولي للعبه في الدوره الاولمبيه. طيب بين قوسين السودان بالتاكيد، والكلام ده بيخلينا نقول انه صناعه البطل الاولمبي عايزه كميه من الرعايه، البطل الرياضي، البطل الرياضي. نعم. حاضر. كميه من الاهتمام والرعايه، هل الناس القائمين على هذا الشان فاهمين الكلام ده؟ هم المشكله الاساسيه يا استاذه، لابد ان تعرف الحقيقه، انه عندنا مشكله، ازمه بتاعت الاداره الرياضيه في كل الاوقات، وعندنا فساد كبير جدا في جميع الهيئات الرياضيه، ودي مساله خطيره جدا طبعا، لانه الاتحاد الدولي تدعم، في اموال بتاتي ايضا، دي كل هذه الاموال لا تسخر للاعبين ولا تسخر للمعسكرات، بل بتذهب الى هؤلاء الاداريين. وبالتالي استشرى هذا الفساد وعطل الحركه الرياضيه بهذا الشكل اللي تروه الان. احنا عندنا لاعبين موهوبين لدرجه عاليه جدا، تصريح خطير. بقول الحقيقه واضحه جدا، عندنا لاعبين مميزين، لاعبين ممتازين، مواهب، مواهب رهيبه جدا موجوده داخل السودان في كل الالعاب. بكل للاسف الذين يدرون الحركه الرياضيه هم لا علاقه لهم بالرياضه. استمرت هذه المساله طويله جدا. لاعبين ممارسوا اللعبه خارج اداره الرياضه. طلبه جامعه السودان مختلفه اللي هي في الاداره اللي بيسموهم كليات التربيه الرياضيه خارج العمليه الرياضيه. نعم. الان اصبحت الرياضه علم وليس حب وموهبه، علم، علم ادارتها. نعم. وبالتالي محتاجين لاموال. نعم. يعني انا اقول لك حاجه بسيطه جدا، يعني مثل بسيط، يعني مدرب هلال المريخ بده 15000 دولار، مش كده؟ تاكد تماما يكون 15-16 اتحاد، ما تلاقي 15000 دولار سنتين. نعم. نتحدث برضه في جهه محدده تقوم بتقييم وتقييم مشاركات السودان ونتائج مشاركاته، يعني الاستفاده منها مستقبلا، يعني مشاركات السودان في الاولمبياد قادمه في المستقبل. هو اصلا الاولمبياد دي اي اللجنه الاولمبيه لن تشارك. لكن المهم في الموضوع انه الاتحاد، الهيئات الرياضيه اللي هي الاتحادات، ان تعد اللاعبين من فتره طويله جدا، لانه بين الدوره والدوره 4 سنوات، وبالتالي 4 سنوات بتكفي الزمن كافي اذا عندك انت امكانيات، عندك تخطيط، عندك برنامج، تستطيع ان تعيد ابطال بشكل جيد جدا، تخوض بهم المشاركه في الدورات الاولمبيه، وممكن تحقق نتائج. يعني اسماعيل، احمد اسماعيل ده انا مفتكر احنا بنحييه وبنحيي الاتحاد السودان لعب القوى، انه احرز الميداليه الفضيه في بكين 2008، والفرق بينه وبين الاول جزء من نص الثانيه. انا افتكر هو البطل الحقيقي، ودي كان عنده اراده وكان عنده عزيمه، وكان الوقت ذاك الناس مستعدين للمشاركه، حتى اللاعبين ذاته عنده روح عاليه جدا، واللاعبات بالمناسبه
انا حزين انه ما في لاعبات في يعني في العاب القوى، كان عدد ضخم جدا منهم وشاركوا في دورات اولمبيه كثيره جدا، ودي حاجه مهمه. العاب القوى الان انا افتكر في السودان اذا الناس صرفوا، يا اخي لماذا لا يتبرع الناس لالعاب القوى عشان يقدموا ابطال للعالم؟ المشكله شو؟ طيب انا ما حاب اقاطعك، نكمل كلامنا، لكن عندنا برضه محطه نشوفها مع بعض ونعود مشاهدينا. برضو مشاهدينا جزئية ثانية من مهم انه احنا نتكلم عنها، خليفة عمر، تاريخ ممتد. والله شوفي خليفة عمر ده لو كنت املك القرار لصنعت له تمثالا في اعظم حتة الخرطوم. ده بطل يعني قدم كل ما عنده في بطولات اتحاد دول العاب القوى. وشارك في كل الدورات الاولمبية. كان صادقا وامينا، ويعني مش انا، يحكوا عنه الابطال الاولمبيين اللي شارك في الدورات الاولمبيه، ويعني امثال سيبستيان كو لورد رئيس اللجنه المنظمه لندن 2012 رئيس اتحاد العاب القوى، قال لم اجد شخص في العاب القوى يمتاز بالاراده والحكمه والصبر ويعني الصدق كما وجدت خليفه عمر. وقال اكثر ما كان يرعبني في مزمار هو خليفه عمر. يعني انا افتكر خليفة حامل عمر. الشعلة في 88 هو خليفة عمر حمل شعلة السودان ايد، اللي هو عندما درب السودان جفاف التصحر حمل الشعلة اللي اطاف بها كل العالم، يعني ليبشر او لي يعني يلفت نظر العالم ان هناك ازمة وكارثة انسانية في السودان. الى ان هو هذه الشعلة توج بتسليم هذه الشعلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني وهي مجتمعة في نيويورك لخافير بيريز دي كولار كان سكرتير الامم المتحده في ذلك التاريخ. خليفه عمر ده بطل، موسى جوده وكشيف حسن، ديل ناس يعني موهوبين وصادقين، وديل تربيه عسكريه، يعني تربوا تربيه بتاع الجيش، لما تربى تربيه الجيش بالتالي انت بالتالي بتمشي في تراك لا تحيد عنه ابصر، عليه يطلع يعني. وحتى الان وحتى يعني بعد تقاعد وساب يعني لم يجد اهتمام به. كويس انه الدكتور محجب سعيد والامير نواف اخذوه السعوديه كمدرب، لكن كان في الدورات الاولمبيه كلنا بنلاقيه انه هو لازم يجي يزور البعثه السودانيه ويدي يعطي بعض النصائح للاعبين العاب القوى اللي هم جو بعد ذلك. طبعا امثال خليفة عمر ده نموذج لابطال في رياضات كثيره جدا لحد فترات طويله، يعني كان نموذج. بعدين ما كان في شخص بيتهجم على اللعبه الا يكون موهوب. اثنين هناك اداريين على مستوى عالي، اداريين يعرفوا ما مطلوب ما هو مطلوب وكيف يقدموا الدعم لهذا اللاعب. ويعني انا افتكر دكتور زين العابدين احمد عبد القادر رحمه الله عليه، نعم، هو الذي يعني استخرج من اللجنه الاولمبيه الدوليه مشروع اسمه مشروع الواعدين، والسودان استفاد منه. لا محمد يعقوب كانوا معسكرين في كولورادو في امريكا، نعم، يعني واخرين
يعني انظر الان للمواهب السودانيه المنتشره في كل العالم تجنس الجنسيه. استاذ ابو عبيده، المواهب السودانيه وبعض الاسماء نحن تابعناهم من خلال المحطه، بينقص السودان شنو في انه هؤلاء الابطال يمشوا في مراحل متقدمه في الاولمبياد؟ ايا كانت الاشياء اللي هم مشاركين فيها حاليا في الاولمبياد حتكون شنو في المستقبل، لكن الناقص السودان شنو والتقصير من يعطيه؟ في سوء اداره وضعف في تمويل، مساله واضحه جدا. انظر الان يا اخي في اتحادات كونت لها 80 سنه فيها 100 لاعب، يا اخي عيب يعني. وبعدين ليه 51 اتحاد؟ امريكا ما فيها 51 اتحاد. يستحيل. وشوف في دول بتلعب العاب صيفيه وشتويه، ما وصل هذا العدد من الاتحادات. وبالتالي كانت تكونت الاتحادات من اجل الانتخابات، انتخابات وين؟ اللجنه الاولمبيه، واللجنه الاولمبيه ليه؟ لانه اللي معارف اخرى كثيره زي ما نتكلم عنها دلوقتي. فانا دا اقول شنو؟ لابد ان يكون عندنا يعني معايير لمن يدير الحركه الرياضيه، اذا في نادي او في هيئه رياضيه او في وزاره. صحيح. يعني دوله الشاور الرياضه من زمن طويل ما جابوا لا وزير وعنده علاقه بالرياضه، اصلا الان اخونا يوسف الضيدي ما عنده علاقه بالرياضه، يعني دول سياسي. لكن احنا دارين اللغه تكون مشتركه. نعم. يعني اسد الوقت استاذ الجودي يعني ما ممكن تمشي مثلا انت لا تقول سوق طياره مثلا، احنا ده ما شغله. فدي مشكلة أساسية، لا بد أن يكون في معيار. من كل زول عارف حاجاته يا أخي، أتبع الدارسين الشباب زي كده يا أخي، ذي يجيبوهم. بعدين تصور الشباب، وين الشباب في الاتحادات؟ ما موجودين، يحاربوا حرب ما تتصورها كيف، لأنه في فساد موجود وفي ناس خلاص يستمروا هذا الفساد. مشكلة، لا بد أن توقف هذه المسألة عشان الأبطال دي في أولاد صغار. طيب الآن دارين يعني. طبعا كلامك جميل، لكن بس عشان برضو لازم نختم به، إسماعيل. نعم. أحمد إسماعيل الفاز بالميدالية. نعم. الفضية، برضو نديه حقه أستاذ. إحنا أول حاجة نحييه ونحيي الاتحاد السوداني على القوة السابقة اللي هو كان برئاسة السيد مصطفى عبادي وصديق أحمد إبراهيم ومجموعة من الناس والمدرب جامع إيدن، نحييهم. وبكر كاكي إسماعيل، أحمد إسماعيل ده يعني كان المرشح للميدالية الذهبية أبو بكر كاكي. لكن حصل ظرف كده، في احنا في بكين كنا موجودين، يعني طبعا اللاعب ده بيتاثر بكل ما يحاط به، يعني من تلفونات، من خبر من الاسره، احساسه باي حاجه ممكن تاثر في اللاعب ده. اللاعب ده لازم يكون جاهز اعداد نفسي بشكل عالي جدا. فاخذ القفاز اسماعيل، احمد اسماعيل، واصر، وانه كانوا مرشحين الاثنين، اصر انه فعلا، وهو ما خيب ظن الناس وفعلا استطاع ان يقدم كل ما عنده. وانا شخصيا بفتكر انه هو البطل، هو صاحب الميداليه الذهبيه. نعم. لانه الفريق ضعيف جدا يا استاذ. نعم. فاحنا بنحييه، وبكل اسف هم دول مش ابطال. لم يجدوا التكريم من السودان. انت يعني انا محمد والله البطل يعني محمد يعقوب، محمد يعقوب ده واسماعيل اسماعيل دول يا جماعه في العالم بطل. يا استاذ دلوقتي هايلي جابريل سلاسي البطل العدالي الاثيوبي دلوقتي وكيل هونداي في اثيوبيا ويملك قصر يسكن فيه عشان يستقبل الابطال. فهمناك يعني والله يا استاذ ابو عبيده، انت بتحتاج التقدير، الاهتمام والتقدير بهؤلاء الابطال. ونتمنى ان شاء الله السودان يصل لمراحل متقدمه في الاولمبياد، والسودان دائما يكون في رفعه وفي تقدم. واشكرك جدا استاذنا ابو عبيده. البنات لازم يكونوا يمارسوا الرياضه عشان هم بالقرار الان الموجود 50% ايكوال، ما في حاجه كده تساوي، لازم يكون هسه. نعم. الان في طوكيو 50-50. نعم. ما في زول احسن من الثاني. جميل. انا والله بتريض بتمشى كثير. طيب انا شاكر لهم كثير والله يعني، وشاكر للساده المشاهدين، واتمنى ان نكون قدمنا حلقه أكيد. يعني نالت اعجابنا ان شاء الله. شكرا لك. بعد الفاصل نعود، كونوا معنا مشاهدينا.